تركيب الهواتف النقالة يستثنى من استيراد مجموعات الأسكادي والسكادي في مشروع قانون المالية لـ2020، قرار يراه المختصون صائب، إلا أن التوقيت غير مناسب لما له من تبعات وخيمة على اليد العاملة خاصة. قرار صائب لأن هذه الشركات احتالت بتواطؤ الوزارة السابقة، احتالت على عملية التركيب. كيف تركيب؟ زاد راه يجيب علامات يمكن دخلها غير في مبالغ وتبيع، وبالتالي تستفيد من امتيازات غير قانونية. والوزيرة من حقها ومن واجبها أنها تدافع عن هذه مصالح الدولة. أما اتخاذ قرار هكذا فجائي يخدم حتى واحد، يخدم لا اقتصاد البلد، لأن راح نغلق عشرات الشركات وبالتالي عشرات إلى الأقل آلاف مناصب العمل المهددة وغير ذلك. بناء على تقرير ميداني السود حول تركيب الهواتف النقالة وبنسبة إدماج معدومة اتخذ هذا القرار، إلا أن الخبراء أعابوا عليه عدم التعميم على مصانع التركيب سكادي والأسكادي التي قننت لتهريب العملة الصعبة على حد قولهم. وهذا القرار اتخذ من طرف الوزيرة بعد تحقيق ميداني وشعب نعيبوا على هذا القرار. أنا أفوتائي مطاش مهلة لهذه الشركات باش تتكيف مع الوضع الجديد. أما استعمال السكادي والأسكادي كوسيلة لتهريب العملة الصعبة أقول كفى، بل بالعكس نطالب الوزيرة باش توسع هذا القرار إلى القطاعات الأخرى في التركيب. يبدو أن مصانع تركيب الهواتف النقالة تعيش نفس سيناريو مصانع تركيب السيارات، ما يؤكد أن الحكومات السابقة باعت وهم الصناعة الميكانيكية والإلكترونية للجزائريين دون حسيب ولا رقيب.